عمل الأطفال في لبنان بين الواقع والقانون، عنوان المؤتمر الثاني لجمعية نضال لأجل الإنسان برعاية وزارة الصناعة وبالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين. المؤتمر تخلله جلستي نقاش تناولت الأطر القانونية التي من شأنها العمل على إيقاف ظاهرة استغلال الأطفال. جمعية نضال لأجل الإنسان جمعية ناشئة وناشطة وتبشر بالكثير. ثانيا، هذا موضوع أساسي في صلب أخلاقياتنا وتفكيرنا بأنسنة المؤسسات وأنسنة النشاطات الإنسانية، وبالتالي هذا التزام كان يجب أن يكون قديما من قبل وزارة الصناعة بعدم وجود أي عمالة للأطفال في الصناعة اللبنانية. وزير العمل كميل أبو سليمان تحدث عن دور الوزارة في مكافحة عمل الأطفال. قصة عمل الأطفال بدأ تنظيم من قبل وزارة العمل ووزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومثل ما شفت عم بيشتغلوا كتير منيح سوا، وأنا كتير مسرور من هالشغلة هيدي. بالنسبة لوزارة العمل خاصة في قانون العمل، هلأ عم نحدث قانون العمل، في كتير إشياء بقانون العمل بتتعاطى بالأطفال، بدنا نتأكد أنه عم نتبع على المعايير الدولية. بعد ما وصلنا لقانون قديم عم نطوره بقى. وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيوماجيان لفت إلى ما ستقوم به وزارته من خطوات تساعد في حل هذه المشكلة. أهم شيء التعليم، أهم شيء التأمينات الاجتماعية اللي ممكن تتأمن لهذه الأسر، وأهم شيء كمان تطبيق القوانين، تطبق القانون، بدك شيء بسموه لو انفورسمنت، يعني تحاسب المسببين في عمالة هؤلاء الأشخاص. رئيسة الجمعية ريما صليبة أعلنت توصيات المؤتمر. عدم التهاون من قبل النيابات العامة لجهة قمع المخالفات في عمل الأطفال، سواء لجهة الأعمال الممنوعة عليهم أم لجهة السن الأدنى للتشغيل وساعة الراحة. السهر على تطبيق القانون وحث مجالس العمل التحكيمية على حفظ حقوق الأطفال العاملين. تعيين محامون من المعونة القضائية للأطفال حتى أمام مجالس العمل التحكيمية. التعاون الكافي بين مختلف الإدارات المعنية لملاحقة المخالفين. توعية العناصر الأمنية على خطورة التغاضي أو التهاون في تطبيق القوانين التي تحمي الأطفال العاملين. حملات أعلامية تسلط الضوء على الموضوع عبر وسائل الأعمال الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وأخيراً العمل مع جمعية الصناعيين بصورة مباشرة من أجل تعليم الأطفال والشباب العاملين على الإدارة المالية للأطفال. فهل تتكافل الإدارات المعنية والمجلس النيابي في خلق تشريعات تضمن منع عمل الأطفال؟